ومن النهارده لسه عادي، وانت بتبص على شمس كل يوم جديد تبقى متاكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر، وان علم مصر هيترفع على الارض اللي راحت. وقت المعركه كلنا واحد. هو الموت بيجري اللي بيحارب بس؟ انا ان شاء الله مش هموت. ما هو بيجي في لحظه لاي حد. المرحله اللي جايه عايز وحوش يقدروا يواجهوا العدو باداء ما شافوش منا قبل كده. لا ينبغي ان نحن مع عدونا. احنا هنتدرب وهنموت نفسنا عشان نحقق اللي الاسرائيليين بيقولوا عليه مستحيل.